الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في غزوة فتح مكة. ذكرنا بأن استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كثوب بن حصين ابن عتبة بن خلف الغفاري. وقبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءوا بعض زعماء قريش وأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قد جاءه بالأبواء، منطقة اسمها الأبواء قبل مكة، وكذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وقد جاءه بين سقيا والعرج، منطقة أيضا قبل مكة، وكان من ألد خصوم الإسلام، خاصة أبو سفيان الذي ظل على مدى 20 سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب، ولكنه عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما موقف يوم حنين. وبإذن الله تعالى يأتي الكلام في غزوة حنين إن شاء الله. أما عبد الله بن أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها، يعني من أبيها، وقد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف حينما حوصر المسلمون في الطائف، أي عندما حصر المسلمون الطائف فقتل هناك شهيدا، ولقيه في بعض الطريق عمه العباس. عباس، وقد ذكرنا بأن يعني هل أسلم قبل الفتح أو بعد الفتح، في خلاف بين هذه العلم، بعضهم قالوا قبل بدر، هذا بعيد جدا، وبعضهم قالوا قبل الهجرة، هذا أبعد، قبل أن يهجر إلى المدينة، وهذا أيضا، وقيل قبل الفتح. المهم هو أسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه، كذلك يعني القصة أن ذكرنا قصة العباس، وذكرنا أقوال العلماء، بعضهم قالوا إسلامه قبل خيبر أيضا، استنادا لحديث الذي ذكرنا الحجاج بن علاط. المهم مسألة فيها خلاف، والله أعلم. الراجح من هذه الأقوال هو أسلم قبل فتح مكة، وهو أسلم قبل فتح مكة، هذا ما يترجح لديه، والله أعلم. ثم بعضهم قالوا بأنه كتم إسلامهم، المهم هو صرح بإسلامه قبل مكة، قبل فتح مكة. ثم تجمعت جيوش المسلمين بمر ظهران، منطقة مر ظهران، مكان بين مكة والمدينة، ولم تكن الأنباء الأخبار قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة، أرسل سفيرا لكن فشل في بعثه، حين أعانوا بني بكر على خزاعة، فأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسوا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بهم العباس راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم
مكة يريدون الصلح، أنهم تعدوا، وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر في مرض هران وكثرة نيرانه، لأن كثرة النيران يدل على عظم الجيش أو كثرة الجيش. وقد ظن بوديل أنها خزاعة، وعارضه أبو سفيان في هذا، فأخبرهم العباس بأنه جيش المسلمين، فوافقه. لما وافقه أردفه على البغلة، يعني جعله خلفه على البغلة. ولما رآه عمر أراد قتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا، منعه عن ذلك. عندما أدخل العباس أبا سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يدعو إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك، يعني وقت طويل بدأ يدعو إلى الإسلام، فألان القوم وتردد، يعني كان لسانه لين، فبدأ يتردد، شك في دينه. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به في صباح اليوم التالي، يعني لا يستعجل إسلامه، اذهب وتفكر. وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام، دخل في الإسلام بعد تردده مساء. وطلب العباس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا، لأنه يحب الفخر، أبو سفيان كان يحب الفخر من مؤلفة القلوب. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، حتى يراه جنود النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ليس بقليلة. ففعل، حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين، وعندما كانت تمر بها كتائب المسلمين بمر ظهران، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. إي والله. قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، يعني ليس الملك، لأن الملك ينتقل لكن النبوة لا تنتقل. قال: نعم. إذن، وعندما رأى أبو سفيان ما رأى، جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن لا قبل لهم بما جاء به محمد، يعني ما تستطيعون عليه، استسلموا. وقال لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم، يعني إلى بيوتهم وإلى المسجد. أما بديل وحكيم رفيق أبا سفيان فقد أسلم بمجرد دخولهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة أسلم حكيم بن حزام وبديل. وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان، قال سعد بن عبادة حامل رايتهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فاحتج أبو سفيان على هذا القول، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. كذب يأتي بمعنى أخطأ باللغة العربية، يعني أخطأ سعد، ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة، يعظم فيه الله الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفعها لابن قيس بن سعد، ولكن سعد طلب منه أن يصرف ابنه عن الموضوع الذي هو فيه، يعني أصرف ابني، لا تعطي لابني، مخافة أن يخدم على شيء. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقيل أنه دفع الراية إلى الزبير بن العوام، فدخل الزبير مكة بلواءين، وجزم بعض العلماء، بعض أهل السير كموسى بن عقبة
المغازي عن الزهري بأنه دفع إلى الزبير. لقد ذكر أيضا الواقدي تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والأولياء. هنا قد ذكرنا ربما ما الفرق بين الرايات والأولياء وما الفائدة من ذلك. بعض العلماء قالوا بأن الأولياء جمع لواء بكسر اللام والمد، اللواء علم الجيش وهو دون الراية، الراية غير أقل من راية اللواء، لأنه شقة ثوب يلوى، يعني يلوى حول الخشبة ويشد إلى عود الرمح، والراية علم الجيش كلها، ويكنى أيضا أم الحرب وهو فوق اللواء، العلم أعظم من اللواء. اللواء بعض العلماء يقول اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، أما الراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح، يعني تتحرك، يعني الراية أعظم من اللواء، أكبر الراية كل الجيش كله، أما اللواء يكون للكتائب، الكتائب كتيبة فلان له لواء، كتيبة فلان له لواء، أما الراية للجيش كله، الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب، الراية التي يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها وتميل المقاتلة إليها، واللواء غير ذلك. فالراية أعظم من لواء. طيب، فذكرنا بأن الفرق بين لواء والراية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، يعني في الوسط، فكان ابن الوليد خالد بن الوليد على المجنة اليمنى، والزبير على المجنة اليسرى، وأبو عبيدة بن الجراح على الرجالة. فينبغي على قائد الجيش أن يوزع الجيش حتى ما تكون فوضى، كل واحد يأخذ مكانه. وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، كانت رايته سوداء ولواءه أبيض. وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، فقالوا لا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، أعطينا الذي سئلنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسارت الجيوش حتى انتهت إلى الصفا، يعني عند الصفا الجبل المعروف، وما يعرض لهم أحد إلا قتله، أي واحد يأتي أمامه إلا قتل. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، واختاروا الخندق ليقاتلوا فيها، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كداء، منطقة كداء، خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته، ودخل ابن الوليد من أسفلها، أسفل الكعبة، أسفل مكة، والتحم خالد بن الوليد عند الخندق، منطقة خدمت مع بعض المشركين، فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين، وقيل ثلاثة، وقيل
قتل منهم اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا، شك الراوي فيها، وقيل قريب من 20 رجلا، ومن هذيل ثلاثة أو أربعة، وقيل 24 من قريش وأربعة من هذيل. والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحدث، لو احترم كل مشرك أمان الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفة بعشيرته، يعني هو ذكر الأمان، يعني من دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فمشركين ما فهموا هذا أو لم يريدون أن لا يدخلوا في تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بدأوا بالحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الصحابة بأن رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. لأن الصحابة قالوا: ليش يعني ما يهجم داره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا هجرت إليكم، والحياة معكم والممات معكم. فأقبلوا الصحابة الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم أو يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان، والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. فقط هناك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الإعلان أربعة رجال وامرأتان، لما أعلن الأمان إلا أربعة لا بد أن تهدر دمهم، أربعة رجال وامرأتان. أما لأنهم هؤلاء أساءوا للإسلام يعني بعينه، أعلن إهدار دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خط ومقيس بن سبابة وعبد الله بن أبي صرح، وقد قتل ابن خط وهو متعلق بأستار الكعبة، وقد قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل أيضا مقيس في سوق مكة، واختفى عكرمة بن أبي جهل وسعد حتى ضمن الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلمين أسلما وحقنا دماءهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وبعض العلماء قالوا فرتنا وأخرى، كانتا جاريتين لابن خطل عبد الله بن خطل، وأن سارة كانت عكرمة بن أبي جهل، وما خينتان يعني جاريتان لابن خطل، فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها فأمنها رسول صلى الله عليه وسلم، وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها وعاشت إلى زمن عمر، فوطأها رجل بفرس فقتلها كما ذكر ابن حجر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.